السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا راغب أمل من The Professional Security. مرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله على محترفي الحماية، حيث سأتحدث عن طريقة استرجاع حساب فيسبوك مسروق في مدة لا تتجاوز كأقصى حد 48 ساعة، إلا أن في الحالات الاعتيادية والعادية لا يمكن أن تتجاوز 24 ساعة. يأتي هذا الفيديو ويأتي هذا الشرح بعد تزايد عدد المخترقين بحسب ثغرة الهوت ميل والتي عانى منها العديد. كنت كذلك من ضحايا ثغرة الهوت ميل، لكن لم يتطلب ذلك جهد كبير. 24 ساعة تم استرجاع الحساب المسروق. إذا ما هي الخطوات التي يجب علي أن أقوم بها لكي أسترجع حساب هوت ميل المسروق؟ أول شيء تذهب إلى المتصفح وتكتب hotmail.com كخطوة أولى. بعد ذلك تنقر على can't access your account، أختار I forgot my password، ثم أختار Rest Your Password. بعد ذلك سأكتب الإيميل الذي يجب أو الإيميل الذي تم اختراقه، ثم أدخل المعلومات الخاصة ب أو الكود الكابتشا، ثم أختار بعد ذلك في Customer Support كخطوة وأختار مرة أخرى Customer Support. إذا بعد ذلك سيتم مطالبتك أو which account you're trying to recover. إذا هنا ستكتب الإيميل الذي تم اختراقه، ثم بعد ذلك تكتب إيميل من خلاله سيتم أولا مراسلتك من خلاله، ثم كذلك سيتم في حالة إذا ما قام الهاكر بتعويض الإيميل، إيميل استرجاع أو الإيميل الثنائي أو يعني عفوا إيميل الثاني الذي يتم إضافته، فسيتم إذا ما قام الهاكر بتعويضه سيتم إعادة تعويض ذلك الإيميل بالإيميل الذي ستقوم الآن بكتابته حتى تستطيع من خلاله استرجاع عفوا استرجاع حسابك. إذا سأكتب على سبيل المثال إيميلي، ثم أختار continue. إذا بعد اختيار continue، إذا هذه هي الخطوات المهمة. أولا ستكتب اسمك والاسم المتواجد في الحساب، إذا يعني ستكتب اسمك الاسم، ثم ستكتب في last name كذلك يعني اللقب، ثم الاسم الشخصي. إذا كذلك ستقوم باختيار تاريخ الميلاد وتاريخ الميلاد كذلك الخاص بك والمتواجد كذلك على الحساب، ضروري جدا. كذلك ستختار في الكونتري، ستختار كذلك أي بلد تتواجد بها. طبيعة الحال يجب كذلك أن يكون من ضمن المعلومات الخاصة بالحساب والذي تود استرجاعه. كذلك يجب عليك أن تختار المدينة التي تتواجد بها، ثم الكود أو البوستال كود الخاص بها. بطبيعة الحال جميع هذه المعلومات التي أدرجها الآن يجب أن تتوفر كذلك في حسابك. إذا كذلك هنا سيعطيك the secret answer to your question. إذا هنا أخي الكريم ستقوم بالإجابة على السؤال السري الذي كنت تستخدمه، لا يهم إذا قام الهاكر بتغييره، هذا لا يهم، المهم أن تعطي إجابة عن السؤال السري القديم الذي كنت أو الإجابة عن السؤال السري عفوا القديم الذي كنت تتوفر عليه كيفما كان، رغم أنه تم تغييره هذا لا يهم، فقط أعطي الإجابة القديمة. إذا سأختار الإجابة، ثم سأختار كذلك هنا الباسورد القديم الذي كنت أكتبه قبل أن يتم تغيير الحساب، يعني ستقوم بكتابة الباسورد القديم. في حالة إذا ما كنت تتذكر، إذا كان كنت تتذكر عدد من الباسوردات القديمة التي كنت تستخدمها في حسابك،
قم بكتابتها كلها، لا يوجد مشكلة. يعني كلما زادت كلما تأكد العام أو تأكد موظف شركة هوتمان بأن الإيميل هو تابع لك. إذا أنا في شخصيا فقط تذكرت الباسورد القديم الذي كنت أستخدمه، لكن هذا لا يمنع أنك في حالة إذا كنت تتذكر باسوردات أخرى ضعها في هذه الأماكن. بالنسبة لهوتمان انفورميشن، هنا أخي الكريم، إذا كنت يعني تتذكر موضوع آخر رسالة أرسلتها، يعني هذا جيد. إذا لم تكن تتذكر فهذا غير مهم. كذلك بالنسبة لهذه الخطوة، كذلك في name some of folders، هنا خطوة مهمة. إذا كنت تتوفر على ملفات في حسابك تقوم بإدراجها، ملفات أقصد أنك قمت بإنشاء ملفات في حسابك على الهوتمان، إذا كنت تتوفر عليها قم بإدراجها، فهذا كذلك يساعدك. في حالة إذا لم تكن تتذكر هذا غير كافي. يعني كذلك هنا إذا قمت بمراسلة عفوا what are the email address of some of the contacts you have recently sent email. نعم أخي الكريم، إذا هنا إذا كنت كذلك تتوفر على إيميلات أو أشخاص سبق لك وراسلتهم، يمكن كذلك أن تضع إيميلاتهم في هذا البوكس. يعني كتجربة شخصية، فكل هذه المعلومات هي غير مهمة. المعلومات المهمة جدا وهي هاد يعني account information. إلى هنا فهذه المعلومات هي الأساسية. إذا توفرت استرجعت الحساب، إذا لم تتوفر فلن تسترجع الحساب. طبعا الحال تبقى كخطوة أخيرة billing information. نحن كوننا أننا لا نستخدم الإكس بوكس لايف أو شيء من هذا القبيل، يعني هذه المعلومة غير مهمة. بعد ذلك أو بعد الانتهاء تنقر على submit، ثم تنتظر رسالة سترسل لك، يعني في وقت قصير سترسل لك إلى حسابك على يعني على الإيميل الذي أعطيتهم، لكي يتم إعطاؤك الخطوات الأخرى التي يجب عليك اتباعها. إذا كما تلاحظ معي فسيأتيك إيميل على هذا الشكل. كما تلاحظ your account is verified and now you just need to rest your password. ثم تنقر على بعد الدخول إلى الإيميل ستلاحظ أنه يمكنك عمل ريست للباسورد. عندما ستعمل ريست للباسورد سيطلب منك، سيتم تعويض كلمة الإجابة السرية، الإجابة على الكلمة بالإجابة التي كنت قد سبق لك وضعتها. سيتم تعويض الإيميل يعني الثاني أو الإيميل دو سكور يعني بالإيميل الذي وضعته ك يعني الإيميل المراسلة. فكل ما عليك إلا أن تنقر على يعني rest your password على الله الرابط، ثم تقوم بإعادة تعيين كلمة المرور. كنت سعيد جدا أستضيفكم في هذه الحلقة. في حالة إذا كان هناك أي تساؤل أو توضيح يمكنكم وضع تعليق فقط على الحلقة وإن شاء الله سأقوم بإجابتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.